حقق القارئ البحريني علي يوسف عيسى إنجازا جديدا لمملكة البحرين على صعيد حفظ وتلاوة القرآن الكريم، إذ حصد المتسابق الشاب المركز الثاني على مستوى حفظ كتاب الله تعالى كاملا، وذلك من بين 62 دولة مشاركة بمسابقة القرآن الكريم بالمملكة الأردنية الهاشمية. ويأتي هذا الإنجاز ترجمة لدعم جلالة الملك المفدى وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد لكل ما يخص المجال القرآني وعلومه، فضلا عن متابعتهم الحثيثة لجهود إدارة الشؤون الإسلامية في عملها المتواصل من أجل إعداد وتهيئة جيل قرآني وسطي، عبر جهودها في إعداد وتأهيل المتسابقين للمشاركة في المسابقات القرآنية الدولية المختلفة. الحمد لله في مسابقة الأردن الدولية الهاشمية في عمان، ومن فضل الله عز وجل علي أنه أكرمني بالفوز بالمركز الثاني، فقد مثلت هناك وزارة العدل والشؤون الإسلامية في فرع حفظ القرآن الكريم كاملا، وبفضل الله عز وجل حصلت على المركز الثاني من بين 62 دولة. وشاركت قبلها في مسابقتين ثنتين، مسابقة ماليزيا تقريبا في السنة اللي طافت، والحمد لله طلعت المركز الخامس، وأيضا شاركت في مسابقة مكة السنة اللي طافت وطلعت في المركز الرابع بفضل الله عز وجل. ودور وزارة العدل والشؤون الإسلامية في الحقيقة في هذا الجانب يعني دور كبير، فهم يعني يختارون بعض الطلاب ويعني ويعطونهم بعض المشايخ المقرئين الفضلاء اللي يقرونهم طول هالسنة، فما تنتهي السنة إلا وهو داش مستعد حق هذه المسابقة.